أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 6/12/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الفضة. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أرقام اقتصادية قد تؤثر على حركة الفضة. أما من الناحية السياسية فقد صرح قبل قليل وزير الخارجية الصيني بأنه يحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة لإقامة علاقات مستقرة. وصرح أيضا أن الصين تنتظر القرار النهائي بشأن التعرف الجمركية في 15 من الشهر الجاري على سلع من الصين بقيمة 156 مليار دولار، وهو ما زاد من حدة التوترات في الأسواق. نلاحظ الحركة الإيجابية على الفضة بعد التصريحات من وزير الخارجية الصيني وثبات الأسعار حاليا أعلى مستوى 1660، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية لحركة الفضة للوصول إلى مستويات 1670. كسر مستوى 1673 يعزز أيضا النظرة الإيجابية للوصول بالأسعار إلى مستوى 1685. كسر مستوى 1657 فقط يغير أي نظرة إيجابية إلى نظرة سلبية في حركة الفضة للوصول إلى مستويات 1647، وكسر مستوى 1644 يعزز أيضا النظرة السلبية للوصول بالأسعار إلى مستويات 1635. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.